أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما. بارك الله فيك. شكر الله لك. لا تعجبوا من دقة قراءته، فهو ابن من أبناء الأزهر. أخونا الدكتور محمد فايد أستاذ في كلية الهندسة بجامعة الأزهر، ووالده أستاذ الدكتور عبد الفتاح فايد أستاذ الشريعة أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة. فجزاه الله خيرا وتقبل الله منه إن شاء الله. دائما في مثل هذه المناسبات يحلو أن نذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نمدحه ونثني عليه، وإن كان صلى الله عليه وسلم فوق كل مدح وأعلى من كل ثناء. فالله سبحانه وتعالى حينما مدحه وأثنى عليه جعل هذا المدح في قمة البلاغة التي لا يمكن أن يصل إليها إنسان مهما بالغ في مدح الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، حينما قال رب العزة والجلال: وإنك لعلى خلق عظيم. كل كلمة في هذه الآية تحتاج إلى محاضرة. التأكيد بإن وجود اللام والتعبير بكلمة على، كان ممكن ربنا يقول وإنك لذو خلق عظيم أو لصاحب خلق عظيم، لما قال وإنك لإيه؟ لعلى. حرف على يفيد الاستعلاء، يعني شيء أعلى. يعني لما أقول هذا الستاند على الترابيزه على التيبل، مش كده؟ هو اعلى، صح؟ فلما ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وانك لعلى خلق عظيم، اي كل خلق يعده الناس عظيما فانت اعلى منه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعلى من كل خلق يعده الناس ايه؟ عظيما او كبيرا. فهو اعلى من كل مدح وفوق كل ثناء، ولكن على قدر طاقتنا البشريه وبلاغتنا الانسانيه نستمع الان الى قصيده في مدح الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تلقيها عليكم ابنتكم نانسي مصباح.